النهج الديمقراطي باعتباره عضو في اليسار المغربي إلى جانب باقي فصائل اليسار وإلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية، هو يحضر اليوم في هذه المسيرة العارمة بدعوة كل التنظيمات المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية في المغرب، ويريد إيصال ثلاثة رسائل. الأولى أنه يدين ويندد بصفقة القرن المراد تمريرها من طرف الإمبريالية الأمريكية بقيادة ترامب وبمؤتمر المنامة التي تستضيفه البحرين ودول الخليج بدعم من السلطوية في مصر. نريد إيصال رسالة مفادها أنه على الدولة المغربية انطلاقا من الالتزام الشعبي باعتبار الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، وانطلاقا من الالتزام الرسمي حيث المغرب يترأس لجنة القدس ألا تحضر مؤتمر الخيانة وأن ترفض صفقة العار. السؤال الرسالة الثانية وهي للعالم العربي، نندد ونشجب وندين دول الخليج وقيادات دول الخليج ودول السلطة والاستبداد في مصر التي سرقت ثورة المصريين، نندد بهم ونندد بمشاركتهم وبتطبيعهم مع الكيان الصهيوني وبمحاولة تعميم هذا التطبيع على كل العالم العربي، ونقول لهم إن القضية الفلسطينية خط أحمر وشعوبنا لن ترحمكم. لذلك فإن عروش وقيادات هذه الدول ستهتز عما قريب. ورسالة ثالثة هي للقيادة الفلسطينية التي دعت، وهذا موقف جد مشرف، بعدم حضور صفقة القرن ومؤتمر الخيانة، ونطلب من الدولة المغربية بالاستجابة لهذه الدعوة، وندعوها أيضا إلى الوحدة، فالوحدة وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قيادته هي الصخرة التي ستتكسر عليها كل الدسائس والمؤامرات التي تحوط بحق الشعب الفلسطيني الثابت والغير قابل للتصرف، حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.